الخبز يمكن هذا أكثر واحد من المواد الشائعة استخدامها في كل حياتنا، فإحنا بدنا نشوف اليوم تأثيره على إيش؟ على منسوبات السكر، ونشوف هل هو مناسب ولا مش مناسب. وعنا أكثر من نوع، عنا الخبز الأبيض المعروف باسم الخبز اللبناني، هذا الصغير اللي الغالبية بتستهلكه موجود من السوبر ماركت، وعنا نوعية ثانية اللي إحنا بنسميها خبز أنخالة. الأصل إنه هاي تكون أفضل، ليش؟ لأنها زي ما أنتم شايفين بنية وتحتوي المفروض على ألياف. فاليوم احنا شو بدنا نعمل؟ بنستهلك رغيف من هذا ورغيف من هذا، ونقيس مستوى السكر والانسولين بالدم عشان نشوف مقاومه الانسولين، واللي هي شغله جدا مهمه، كل ثلث ساعه نشوف منسوب الانسولين مقارنه بالسكر. بس قبل ما نعمل هذا الحكي ضروري نعرف الاوزان. وزن الرغيف اللبناني اللي احنا عاده بنستهلكه بحدود 52 جرام، 50 جرام يعني هم يمكن بكونوا حاسبينه، بينما خبز انخاله حتما واكيد اثقل مبين. اذا بدنا نحطه على الميزان، سكر على 127 128، واضح الفرق في الوزن، يعني اكثر من الضعف. ما راح ناكل وزن متساوي، والسبب انه احنا لما بناكل ما بناكل وزن، احنا بناكل رغيف، وهدفنا من هاي التجربه انه شو نعمل، نشوف الممارسه الحقيقيه على ارض الواقع. ما حدا فينا بياكل وزن ولا بنعرف كم الوزن تاع الرغيف، سهلك رغيف من هذا والرغيف من هذا، نشوف النتائج وأيهما أفضل لمريض السكري وخيار أمثل. قبل ما نتكلم في تأثير مختلف أنواع الخبز على منسوبات السكر في الدم وأيهما مناسب أكثر لمرضى السكري، نحكي في بعض المبادئ البسيطة. كل غذاء إحنا بناكله يتحول جزئيا أو كليا إلى منسوب سكر في الدم بيعلى، فبالتالي البنكرياس لازم تبذل مجهود معين بإفراز الإنسولين بعدد معين من الوحدات لتتحكم في هذا المنسوب. كل ما زاد جهد البنكرياس اللي مطلوب منها وعدد وحدات الانسولين، معناها انه الاكل اللي اكلناه احنا ايش كان ماله؟ محتوى من السكر عالي، وبالتالي بيكون غير مناسب لمريض السكر لانه البنكرياس اصلا عنده تعبانه. بالنسبه للناس الاصحاء، اذا اسأت استغلال نفسك وعملت الكم والتكرار لاحظوا الشروط، يعني اخذت مواد سكر عاليه، راح تستهلك البنكرياس تاعك وقدرتها في وقت من الاوقات وتخليها تتعب، وبتدخل في مهاترة مرحلة مقاومة الإنسولين رقم واحد، مرحلة ما قبل السكري رقم اثنين، وتنتهي بعيد الشر في مرحلة السكري من النوع الثاني، شغلة احنا ما بدنا اياها. اللي بنعمله احنا بالمختبر انه بنستهلك مادة غذائية وبنقيس منسوبات السكر بالدم وعدد وحدات الإنسولين اللي لازمة لتتحكم في هذا المنسوب. كل ما كانت عدد وحدات الإنسولين عالية معناها أنا عندي مشكلة بمحتوى السكر من هاي المادة. اللي بنعمله إحنا بالمختبر هو عبارة عن تجربة وليس بحث علمي. البحث العلمي هو تكرار نفس التجربة على عدد أكبر من الناس. ليش بنعمل هاي التجارب؟ بكل بساطة بنعطيكم فكرة عامة وبنغير شوية مفاهيم وبنعطيكم خيارات آمنة حتى لو ما كانت بحث علمي، بس المعرفة جدا حلوة. شغلة جدا مهمة تعرفوها، لما بنناقش مختلف أنواع الغذاء عم بنناقش تأثيرها فقط على موضوع السكري وهل هي مناسبة ولا مش مناسبة. كل الغذاء خير وبركة بالتوازن، لأنه في مواد غذائية تانية. متذكرين تكلمنا عن التمر وتكلمنا عن العسل، وفرجينا على أنه مو كل أنواع التمر تأثيرها على السكر واحد، لازم تعرف تنتقي، ومو كل عسل عسل، وحتى طريقة أكله كانت تفرق. احضروا الفيديوهات إذا ما حضرتوها. الفكرة هون انه مش انت تقطع المادة الغذائية تماما وتطلعها من حياتك، الفكرة هون دائما انك تحصل الخيار الامثل والصحيح اللي هو اقل ضررا لإلك، اتخلص من الضرر واخذ الفائدة، وتعرف كيف تتحكم في موضوع الكميات. شغلة تانية مهمة انا بدي انبه عليها، احنا لما بنستهلك المواد الغذائية بنعمل عليها تجربة بالمختبر كيف ما بتوصلنا احنا، يعني ما بنتعاطى مع القيم الغذائية النظرية اللي بتشوفوها على الانترنت. يعني ممكن تلاقي انت مثلا الالياف مفيدة وممكن انها بتبطئ عملية تحول اي مادة غذائية الى سكريات، لما نيجي نعملها بالمختبر نلاقي عكس هذا الكلام. الناس راح تسأل ليش؟ راح اقولك بكل بساطة، لانه انا بفحص المادة الغذائية وتأثيرها علي كيف ما بنشتريها كمستهلكين. يمكن كان فيها مشكلة في طريقة التصنيع، في الإضافات، يمكن بيحطوا لها سكر، ما إلنا علاقة بالنظريات، إلي علاقة بالحلقة الأخيرة، أنا كيف باخدها أنا كمستهلك وإيش اللي فعليا إني أنا بستهلكه. خلينا نشوف النتائج مع بعض ونشوف الخيار الأمثل.
قلت لي خبز نخالة. نخالة شفت إيش عمل في مستويات السكر والإنسولين؟ جدا مو صح. يعني السبايك اللي عملها بمستويات الإنسولين كانت جدا عالية، وصلت لل 202 واللي هو رقم جدا كبير. يعني أنتم متخيلين بالضبط، يعني أنت متخيل كمية المجهود اللي بذلته البنكرياس هذا. وأنا البنكرياس عندي صحيحة، يعني مريض سكري من النوع الثاني، مستحيل البنكرياس يقدر يفرز هذا الكم ليتحكم في هذا المنسوب من السكر. محتوى السكر عالي من هذا الخبز يا جماعة، لا يغركم انه اشي اسمه نخالة ولا خبز ابيض. والله الصدمة كمية عالية جدا. طب بس اسمع، انا عندي خبز جديد اللي هو خبز البروتين، هلأ بدنا نحكي للناس عنه كونه يعني بدنا نشوفه يمكن يكون بديل افضل. هذا راح نشوف ايش نتائجه، لكن هذا وزنه اول شيء خلينا نشوف كم. 28 راح ناكل منه واحدة، هو اقل من الرغيف الابيض واقل من خبز النخالة، لكن خلينا نشوف تأثيره بالمقارنة على منسوبات السكر والإنسولين. هاي النتائج هلا. إذا خبز البروتين كان أفضل نتائج من ناحية منسوبات السكر ومجهود البنكرياس اللي احتاجته عشان تفرز الإنسولين وتتحكم فيه، أفضل من الأبيض حتما. وأسوأهم على الإطلاق كان خبز النخالة. برجع بذكرك يمكن خبز النخالة يكون نظريا كويس، بس كمية السكر اللي فيه كبيرة جدا. نعم، ليه؟ لما يمكن بيصنعوه بيحطوا فيه سكر كتير. هلا بغض النظر صح، الوزن كان تقريبا الضعف، بس برضو أرقام الإنسولين كان بصراحة مخيفة. صادمة. عدنا التجربة صح؟ متذكر؟ أيوة. عدنا التجربة أكثر مرة عشان نتأكد، لأنه بصراحة ما صدقنا الأرقام اللي إحنا شفناها. جدا صادمة. نرجع بنذكر، هاي عبارة عن تجربة تتعاطى فقط مع منسوبات السكر وتأثير المواد الغذائية عليها دون المس بالقيم الغذائية الثانية. وهذا الكلام لا يعني إنك تقطع الخبز، لكن احسن الاختيار، وإذا ولا بد نعم تأكد من كمياتك وبلاها التكرار.